السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين على قناتكم ميد راديو لإذاعة قريبة منكم. المهم علينا مع برنامجكم الصباحي قهوة صباحة. So I have some stores are already making them and I'm gonna make another store for يعني بروديكتات اللي وجدناهم في فيسبوك. Okay. I think I will do a lot of the ones we saw in Facebook, the good ones. Example, they were this one. This one got my attention. يعني there's a huge of traffic. تمام. United States, Australia. Okay. There's a lot of traffic coming to this. يعني people are commenting and liking. يعني كنا واحد دامنز. Okay. So I searched for this term. They were crazy weeds marauder. They were hot. Okay, the volume here is still like zero. Sometimes, يعني بطبيعة الحال ورا ما عندهمش داتا على all the, يعني some keywords. من كتكون new, okay, لأنه هذا ضريك بحال واحد شخص created إيش كيسموه creation de besoin, okay, created a need in this market, in this product, with this product created a need. ولا هذيك النيد اصلا كانت كاينه ولكن هو بحال تريجرت. اوكي. وسماها بسميه معينه, عطاها هذيك كريزي ويدز مارودر. فالناس بحثت بهذا الكيورد, فيعني الداتا ديالها مازال جديده, مازال ما تابديتات. لانه كما تشوفوا نقدر نو جاست ذا برايسلت اكزاكتلي ذيس وورد 1990 بيبول اللي عندهم ستورات بهذه الكلمه هذه. That's crazy. That means 1000. نقدر نقول إحنا النص ديالهم they sell this product. الإنسان ما كيبيع شي حاجة اللي ما خدامش. أوكي. So. أوكي. بغيت أنا شي حاجة ديجا تكون فيها شوية ديال يعني terms فيهم شوية ديال search. كاين هذه long handled weeder 210. أوكي. I will check it. أوكي. See here. يعني 210 عندنا هنا شيء هاد long handled garden tools good cobra head weeder 480 وزي هذي راه 1K يعني 1000 ديال سيرش. تمام. يعني ما تحقروهاش لانه هادو warm traffic especially ملي كتكون خدام كما قلت لكم الطريقه اللي نخدموا بها حنا, وهذا من ناحيه البي بي سي سيرش, من ناحيه جوجل شوبين. يعني we will dominate وغنجيبو فيها result مزيانة بإذن الله تعالى وبركاته. تمام. ف let's see best long handled weeding tool. okay, so let's do like this. نديرو اسباس. so cooper bunning tool I am interested. نزيدها tool. يعني علاش باش كون عارفين واحد المسألة كاينين ما يسمى ب long tail keywords. هما صراحة لأن كان preferهم لأنهم they convert the best. ما معنية long tail لما كيكونوا متركبين من جوج كلمات الفوق. أوكي. بحال هذي it's a long tail keyword. وعلاش؟ لأنه واحد كيبحث على واحد كلمة specifically طويلة وكيقول بحال بقى how do I use a long headed weeder. it's a long tail keyword that is very specific لواحد حاجة معينة. يعني الشخص اللي يبحث عليها عارف علاش كيبحث وكيلوذ على حاجة اللي هي specific. ف when you pops up when the يعني تبوبي الادز ديالك في الريليتد في تريجي في هاد اللونج تيل كي ووردز وبشي حاجة اللي هي ريليتد بطبيعة الحال بالسولوشن لذاك السؤال اللي هو طرحه, بوم they will start bank a lot for sure. كما تشوفوا يعني long handled غنقدو نشوفو واش كاين شي search ads. there is none. It's easily we can rank. نعدو حنا هما top one. We will be the top and we will stand بواحد ال PPC search واحد ال campaign اللي غادي تبان في شكل like a brand. okay, وبطبيعة الحال الصورة اللي نخدمو عليها غيبان بأنه it's a brand. تمام. فا okay, so I was like searching long headed. let's go back long headed. So I went back and I was checking if I'm gonna see something in the images. And some weed officially weed free
No, nothing. Connector fits. Let's check the other one. Boom, boom, boom. Here it is. The weed snatcher. This might be something that it can be more specific. احنا ما كنعرفوا اي حاجه على هذا البروديكت اوكي فهمتوا. احنا بحال كنديروا واحد الكيورد اناليسيس اوكي اناليز ديال الكيورد. فهذه as you can see يعني حتى هي ما عليهمش عندهم الداتا ولكن راه كاينه اون تويت سناتشر كيف امازون الناس كيبيعوا فون ديبو. يا اخوان هذول يلعبوا كوره عملقوني في ايامات كوراني قضيت تميت نصرفق في بنادم طرمنا علينا بنادم فينا هو فينا والبيروكه ديالي شو اللي بغا شويه بيروك. المهم ما علينا كالم كيف كالم. شوف من اساسيات ماشي نزيد نقول لك انايا شي حاجه اللي فهمتو اخوانا كيديرنا عليها زعما راني مشكل اولويز كيب كالم فهمت. يعني احد الصحابه جاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كيقول له اوصيني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له لا تغضب. سوله مره اخرى قال له اوصيني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له لا تغضب. سوله مره ثالثه قال له لا اوصيني يا رسول الله. قال له لا تغضب. قال له ثلاث مرات من الغضب وفهمت منك تكاع وكتا ما غادي تفقد التركيز ديالك. يو نوت دو اني ثينك. غضب هكاك والغضب من الشيطان. فاذا غضب احدكم فقال لك فليغير مضجعه. ما معنى مضجعه؟ يعني لك كنتي واقف جلس كنتي متكي نوض بدل البوزيشن ديالك باش الفلو ديال الدم وداك الشيء الاكسجين يمشي مع سميتو. ما علينا نرجع لويت سنيتشر اوكي. سو از اي سي هير ويت ريموفال تول. اوه ذيس از مور انترستين. 4400 ذيس از جود. ذيس از ا فيري جود اند ات لوكس the weed removal tool it looks very good and related super related product ديالنا اوكي. لانه علاش لانه في التايتل ديالنا كيما قلت لكم it's very important title very important. علاش؟ لانه هو بطبيعه الحال اول حاجه غيكرو ليها الجوجل ويحاول انه ياناليزي يجبد منها الكيوردات اللي هما غيتبازا عليهم في السيرش باش يطلعك بهم في جوجل تمام. فداك الشيء انا كنحاول انه في التايتل نستاكيه بحال تقول توب سيرش تيرمز من ناحيه الفوليوم بيان سيغ. بحال دابا هذه بحال هذه ديال ويد ريموفال تو اتس جود يعني 4400 واحد هذه خاصني نستاكيها تعود بارزه هي الاولى باش يطلعني فيها جوجل اوكي. ومن ثم نزيد واحده تحت منها في سلاش شي حاجه سلاش انا نقول لكم واش غنديرها في التايتل باش نحاولوا ان كيما قلت لكم نستاكو ذا بيست اوف ذا بيست. Another thing, مكيس PPC search. So, what we gonna do? هوش حاجة مش فوش كينش واحد خدام جوجل شوبين في يعني دارش برودي بهاد التميتو اللي نديرو هاد crazy week week what the hell crazy weed marauder search. ميسي ما في يا اخوان كاين شي واحد داير هاد التيرم هذا بحد ذاته اللي كيبحث عليه بنادم لوت غيكون كيبحث عليه. So we should have that term. So let's check with this long headed. Okay, so I think he didn't give me what I wanted to search now again. Let me search here like this. So voila, you see this one, this guy is Tawar. Okay, I like this people who is so title has kikun how it should be the weed snatcher weeder mentimo weed snatcher crack and crevice weeding garden tool. يعني داير فيها اللوت ستاكا فيها راه هذه كنا قبيله حنا جبدناها garden و crack and crevice راه what is it I think we opened this crack and crevice wood removal tool November. Okay what is it I think I saw it somewhere. So it's someone in Antsy واحد
Let me just again search with the weed snatcher. Okay, the weed snatcher. Okay, weed removal tool, long handle. Da da da. Yeah, it's a weed fat store. Yeah, it was a store, and he have it on the title. I think he's using the same. Что? Смит от стола? Да. Дала. Что? Дала. Дала. Да. Дала. Okay, it's a general shopping, dropshipping store with a lot of. Okay. It's easy, guy. I'm Raf Khawi, I feel this. When you yamak, ya Cristiano, when you yamak. Howdy. المهم ما علينا. Perfect. شوف حاجة دار تول. شتو النوعية ديال التايتل اللي انا كندير. لان I prefer like this. The weed snatcher. Weed are minimals. Weed snatcher crack and curves in. Weeding curtain garden tool. مهم. It's all related and it's tacked with it with this. نشوف حتى description. يعني I think it's just copy paste. كاملين copy paste. تا الديسكريبشن ممكنك تزيد اوبتيميزيه. فهذا البروتو ممكن حنا بطبيعة الحال نتكلاصاو عليه احسن وافضل. اوكي. حتى من ناحية التصويرة لا بلا التصويرة. اوكي. There is another guy sell something else. And boom. Another one. No band stand weeder weed polar twist. Another product that we can use. شوف واحد ثاني كيخدم حتى نفس البرودوي. نايس. And it's 4,000 people searching for these guys. وشوفت حال واحد كين. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 people only. In the market only, يا صاحبي. إذا جاك كل واحد يجيو 200, 200, 200. شحال واحد ما قلنا احنا جوج, 4, 6, 8, 9. يجيهم تقريبا كل واحد تحت 500 ولا 500 سيرش. احنا اللي قسمناهم يعني بالتساوي درنا مع مزيان 500 واحد. لا جاب كل واحد من 550 سيل هي كان دوت الا كان طبيعة الحال لانه باشنت نيتش يعني في ميدار واحد داخل يعني كيلو على السوليوشن كل احنا سيتها 5% 21 سيل اتس فيري جود علاش تخسر عليها شيب ترافيك انه ما كاينش عليه كومبيتيشن اللي هي كبيره تمام يا اخوان تمام يا تمام سو هاو وي غانا اسيدي So, weed removal tool. صراحة أنا دائما كان بغي كما قلت لكم في الدومين name أنا بغي شريه يكون كي reflect ال كي reflect ال بوم 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 ال product وكنحاول أني نشوف the most top top يعني keyword ونلعب عليها في الدومين لأنه كما قلت لك غادي reflect لأنه من يجي دابا يبحث واحد weed removal tool وانا I have it in the title و I have it as name ديال الستار ديالي انا هو اللي غنجي الاول على هادو كاملين اوكي so pay attention انو كيعطيني واحد authority تمام تمام طيب طيب so what we gonna do when they come for you let's go create the store سنرجع الان shopify.com We go to create the store here now. I think now I'll take it for 19 days. Johnny McDonald, I'll have some email. Only the email, Safi. Well, I'm not going to come to you. Could stem to my hand about she. How much you let the jihad? Hello. Can Hani, Hani, or Tihani? هاي يعني المهم شوبيفاي and we will start free trial تمام
And we go here and then we'll just copy this. This will be our store name. Which just any password you like, guys. Yes, salam. Wait, remove all tools. Of course, it should be like this. Parfait. Create your star. Enregistrer. ما في مشكلة. الله 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 الله. يعني هو قال لك الدنيا خيارة. مرة في إيدك ومرة في فين مشيت انتم؟ مرة في السلطة يعني. قديروش سلطة ديال الديسير والخضر يعني. واش فيكم يا إخوان؟ هنا نديرو كيس غي إمام علي. إمام علي إمام علي نمرجوش سيس لعيون عينيه سبين اف اوكي تيس نمبر اور اني اذا نمبر اوكي انتر ماي ستور شمسون تغيبو. المهم ما علينا. First thing الناس كنديرو what we do we go to buy the domain. تحيدا لك الدومين باش تكون عليز. انا باش تكون ملي عارف السمية اللي غلعب عليها. weed removal tool okay buy new domain ان شاء الله يكون كاين. Because if it's this it will be perfect. شتو weedremovaltool.com I will just boom buy without any questions. يلا شوفكم على خير. قال لك وقد أكد كذلك أمير قطر أن الهجوم على الطائرة الأيلاندية قد كان بالخطأ. الكريدت كارد. المهم ما علينا. فا always stay calm guys. ما تعصبوا ما لك تقلق ده. الحياة حلوة بس نفهم يعني حتى في أحلك اللحظات في الحياة just get it together guys okay. يعني وحاولوا انكم تكونوش كتكركوا بسرعة. واخا يعني احباطات واخا العديد مسائل كتستي وتجرب هذه ما خدامة هذه ما خداماش. صبرا جميلا. اش استعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا بالصبر اول شيء. الصبر ساكي يصبر على الحاجة لانك تكون ثقيلة شوية اوكي. اوكي من بعد مين كي يفتح مولانا راه it will open for you ان شاء الله. هو غير سيستم يكون عندك سيستم خدام سيستم اللي هو كان I show you everything. يعني هذا the same thing I do to يعني generate good money الحمد لله. يعني I don't like to brag about numbers ولا اي شيء فهمت. يعني صراحة ما كان حملش اني بارتاجي سكرينش ولا نبين كده هذا انه كله اسم اللوفة اللي هو فيه. انا كنت تحت يعني ماني انا لم ولد وكانت في فمي ملعقه من الذهب ولكن الحمد لله يعني كنت اكل وشارب وبخير. ولكن كما قلت لكم دائما كان there is always a visualization كنديرها في حياتي. يعني كيفاش نشوف راسي من هنا تيا 5 years 2 years 1 year وهي ماشيه. انا عقلت على راسي وانا اي دو ذات يعني واخا ملي ما كيكون عندي فهمت. يعني I try يعني شحال مرة ما كنسوي حتى شحال الثمن ديال المسألة واخا ما كانش عندي شحال هادي. ولكن ماشي اني كنبذر ولا نو نو تسمس واحد المسألة الداخلية ديالك كيفاش غتكونيكتي واحد الدوتس لداخل باش تبوشي واحد. المهم
فكيكون عندك واحد الادراك داخلي ديال راك غتنجح غتنجح، يكون عندك واحد الاحساس يا سلام ان واحد النهار غتلحق داك الليفل وغتمشي بعيد. تمام، ماشي يعني لحقتي ليفل اللي هو كذا، ولكن ام ساتيس يعني راضي على راسي، واخا دونت بوش 100%، ولكن يعني اي تراي ماي بيست، يعني بالنسبه لي انا راضي على راسي، ولكن واخا هكاك ما هادشي ما يخلينيش اني ما نخدمش واني نوصل واحد المستوى صافي يجمع يعني واحد جود بادجيت وهذا، ونحس براسي عندي ما نصرف واحد 5 سنين ولا 1 year or 2 years صافي اي سليب اي جو تو سليب وصافي، ونبدا نبدل في الفلوس وكذا كيف ما كيديروا العديد من كنسموهم انا الكيدز، الدراري الصغار مساكن اللي كيكون يعني متعطش بحال ما نعرف، فهمت، كيقبض فلوس وصافي كيبدل كذا كذا وكيرجع لنقطة الصفر كيتم دايما، فهمت، مخربق كيفقد حتى ثقة في راسه، فهمت. يعني من الأحسن انك اودي، المهم ما علينا، ثق بالله عز وجل، كن عندك حسن الظن بالله ودائما ابتسم، فهمت، وانشر البهجة والسرور يا اخوان، تبسمك في وجه اخيك صدق. What the hell is this? I don't know. It's taking too long. My store, domains, buy new domain. Should I see you ahead? Should I tell an echo? ترجع معنا نو دونت اوتو رينيو طبيعة الحال، لانه يفوز انا كيف سيلن انتل دي نيكست يير، ولكن المهم شروه دابا، شمس سطعت والجو جميل هذا اليوم، اوكي فيريفايند الله يهدي هالترك الصغار، اوكي قال لك verify ما verify recent email we're gonna go and see if it's come on come on come on bring me the email okay we'll verify it later of course. So we have our own domain with removal tool. تمام؟ So that's it. After اش كندير له؟ غنمشي ندير له الايميل ديالو يكون واجد عندي support arabesk with removal tool. فين غنمشي ندخل للجي سويت ديالي ديال طبيعة الحال اللي كريينا هذا first one ديال support ديال ستور الاولاني اللي هو support arabesk pets. بام بام بام. Okay, let me just enter it and I will show you what we're gonna do. أول شيء حاجة عندكم واحد process it's easy to follow. Okay guys, تمام يا إخوان، ما يضر يا أخي ما يضر، يلا يلا يا إخوان. Order, did you get my email? Okay, I'm gonna answer you. يجب على واحد الإيميل لأنه هاد ستار start to get some sales we'll share it later. Hi Morgan, have a nice day Lisa. Put your store name send. Tamam. I have ordered 3 days ago and I didn't have, I hate those emails, I need to send this to the girl so she can respond. Oh shit,
So we go SCT to the admin. What is it? G-Suite admin, Diana. Next. Oh, damn verification. I hate Gmail. I'm just me, Asa. So again, you just go to your pom 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 G-Suite dialog. Go to domains, of course. Domains, then we're gonna verify the domain, domains, manage domains, and we're gonna add domain. Then we remove to.com, continue and verify domain ownership. And we're gonna see the alternative method, HTML tag. Easy, اللي هو steps اللي درنا فور. يا اخي انت وين انت من انت من انت what do you want. time.liquid and you just add it here in the meta save and we give it a couple of seconds مش ما يديرش نفس التخربيق اللي درنا البارح. So it will be verified fast. This is the first step. Then the second step is the MX record. Then the third step, it's the alias domain. Then boom, it's ready. أي إيميل غيجي فيه غيجي في المين جيميل أكونت اللي هو مربوط مع جي سويت. All the emails for all the stores that you add there, they will be in the one smidu. ومن بعد كتزيدو في الكورجياس اللي هي support tool اللي غتخدمو بيها بالأفضل وأحسن لكم. إلا بغيتو تريسبوندو ديريكتومو من الإيميل it's up to you. كتلما غير just one person as a يعني بادي بوحدك من أحسن تجاوب انت راسك من الإيميل غيجوك جميع الإيميلات and I will show you how to organize the labeling I will show you now label الجيميل account بشي في كل دوسي يديرو بسمية ستور ويجوك فيه just الإيميل لهذاك ستور. I will show you verify and I'm gonna do the MX. Okay, we'll let it. We go here and we go to settings. تمام. Then what is it? Filters. Create a new labels first. Or we just go to filters, create new filter. From هادي غنخلوها خاوية هنا غنديرو support. Okay, didn't want to show you those. I will try, I will need to hide those stores because I will show you those later. Okay, I see you in the next video. But let's continue on there of من بعد. Okay, so just settings, filters, and you create new filter. You choose here two. Okay, two say port. كتختار Arabesk store يعني اللي هو pets grinder, and you do what? Create filter here. Create filter. Apple to add apple to a label. كدير نيو label كتسميه ماذا؟ pets or pet nail grinder smith store. No, they don't do anything like this. Create, then it creates filters. That's it. Matches go to here. Email غيجي السيبورت أروباسك البيت نيل غريندر غيتحط هون باش تكون عندك everything organized جميع ستورز غيتحطهم كاملين تهون تياها بوم. That's it. So guys, I will see you later. إن شاء الله منين نكمل هاد الويد removal tool and another one and another one. So like this we will start pushing. Stripe maybe tonight maybe tomorrow morning I will do it.
because recording and uploading it takes a lot of times. And can there some edits to improve the sound, يعني working at the same time. So I do it for you guys. لعيونكم يعني. Okay, تمام guys. What else? See you in the next video.